السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام اهلا بيكم. النهاردة هنعمل مفرش لشهر رمضان، مفرش للسفرة، ان شاء الله يعجبكم وينال على رضاكم. هنا عندي قماش الخيامية، قماش الخيامية غالي السنة دي، فبتحاولي تعملي يعني كذا فكرة وكذا حاجة منها علشان تقدري توصلي للشكل المطلوب في كل حاجة تعمليها في البيت ان شاء الله. طيب انا عشان اعمل مفرش كده للسفرة عايزة اخد مثلا عندي هاخد الدايرة اللي هي اخرها الجزء ده كده، هطلعها من قماش الخيامية اهو بالمقص كده وبلف. لو ترابيزة، لو السفرة كبيرة خدي كذا دايرة وصلين ببعض اهو، وكل القصائص اللي هتتبقى هتعملها زينة. ادي الدايرتين اهم. طبعا الدايره دي لو انت حطيت لها ظهر قماش بقت خدوديه، تمام، بس احنا هنعملها مفارش. طيب باخد القماش الاسود بتاعنا اهو، قماش ملايات يا جماعه، اي قماش موجود عندك. لو حاجه بقى ضيوف او حاجه وحبيتي تجيبي ستان مفيش اي مشكله، بس احنا عشان نوريكم التطبيق، تمام. وطبعا لو عملتي قماش مزدوج ادي خامه اتقل وافضل طبعا اهو. اهو ده كده المفرش اللي انا عايزه اعمله. عايزه اقول لك ان ممكن تستبدلي القماش الاسود ده بالخيش، ممكن تستبدليه باي قماش تاني عندك مش يعني مش محتاجاه. وعندي الشاشيب دي اللي انا هلفها، وممكن طبعا انا عامله دي مجوز عشان تبقى تقيله، يعني تبقى ليها قيمه كده خامه، تمام اهو. وبلف عليها بالكامل، وعشان الفها بشكل مظبوط لازم ادبس، عفوا ادبس الشكل ده في المنتصف عشان اضمن انه ما يتحركش مني، تمام كده. انا دبست اهو عشان اروح اخيط. يلا مع بعض كده نخيط اهو. الشاشيب كده بتكون على الحرف، بتمشي بشويش. تفاصيل المشروع زي ما قلت لكم بتعملي صفحه على الفيسبوك او صفحه للاونلاين، بتموليها باعلان ممول، بتشاركيها للاصحاب، بتعملي عليها هدايا عروض عشان كل الناس دلوقتي شغاله عروض ما شاء الله. يا ريت يعني بدل العروض اللي بتتعمل المره دي او دلوقتي، لا المحلات عامله تنزيلات ضخمه، لو نزلتوا الاسعار بشكل دائم هيبقى في حركه بيع وشراء. يعني انا ايه الفايده انك بتعمل عروض عشان تبيع لك يومين قرشين حلوين وبعد كده ترجع تغلي تاني فمفيش حد يدخل المحل؟ يعني انا اتمنى نستبدل العروض بتخفيض اسعار. انا عارفه ان الايجارات غاليه والفواتير غاليه، والله المستعان الله المستعان، هي ازمه ولا مفر منها. ولو على الفلوس والله تهون، لو ازمه الفلوس والغلا تهون، لكن ازمه الشعوب الله المستعان. طيب بصوا كده، والله انا النهارده يعني في اسوأ حالاتي، مش قادرة اعمل اي فيديوهات خاصة باي تزيين لاي احتفال خالص خالص. كل ما بنشوف مشهد مش قادرين حتى ناكل، مش قادرين حتى يعني نعيش حياتنا بشكل طبيعي. والله لو على الغلا تهون، والله تاني لو على الغلا تهون، ربنا ينصرهم يا رب ويخف كربهم اللهم امين، ويلم شملهم يا رب العالمين، ويجعل امواتهم من الشهداء يا رب العالمين. اهو كده خلاص، لازم اتني الاحرف. تانيتين فوق بعض. لو عندك بقى متاح شاشيب كتير شويه ممكن تعملي الاطراف دي كلها، لو ما فيش وحتى حابه تعملي الحاجات دي لبيتك ولولادك يعني حاولي لو حتى جايبه مترين شراشيب انك تستفيدي تعملي بيهم اكتر من حاجه.
الحاجات دي موسمية، فيعني ايه بتعمليها وتشيليها للسنة اللي بعدها، مش عشان بس ايه كل سنة تروحي عاملة او مكسلة او اللي عاملة حاجات في البلكونة فتسيبها لغاية ما ايه الشمس تاكلها ولونها اتغير وتقول لك اما تجيب السنة الجاية. يعني احب اقول لك ان الاسعار بقت غالية جدا. تعالوا كده نشوف. يا رب يكون فكرة النهاردة سهلة، ويا رب نكون قدرنا نوصل الفكرة. فكرة المشروع لو حد بيعمل منها مشروع سهلة وبسيطة، زي ما قلت لحضراتكم بتشتري أمتار الخيامية وشراشيب اللي هي جاهزة دي، بتبقى الدستة كلها بالجملة اهي 50 متر ب50 جنيه، وقماش الملايات الاسود ده علشان يساعد معاكي ويقلل التكلفه، وبتحسبي انا اشتريت قد ايه خياميه، قد ايه شراشيب، قد ايه قماش ملايات، بحسب المواصلات اللي انا ركبتها، بحسب مثلا شغل ايدي، وكلها تبقى حاجات بسيطه عشان ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب. وبعدين بتشتغلي وتقسمي الفلوس على الشغل اللي انت عملتيه مع الربح البسيط، وربنا يرزق الجميع اللهم امين يا رب العالمين. الخيامية دلوقتي موجودة في كل محلات القماش يا جماعة، اللي كان بيشتغل فيها واللي ما بيشتغلش فيها، الخيامية بقت موجودة في كل مكان، وقماش الملايات برضو موجود في كل مكان. ولا تنسوا اهلنا في فلسطين بالدعاء، ولا تنسوا اهلنا في السودان، السودان السودان بالدعاء، لا تنسوا اهلنا في سوريا، اهلنا في ليبيا، اهلنا في اليمن، اهلنا في كل الدول العربية، اشقائنا اخواتنا، بنتمنى ربنا ينصر الجميع. سعيدين ان شهر رمضان اقترب علشان ندعي لهم كل دقيقة وكل لحظة، وبندعي لهم كل لحظة وعمرنا ما نسينا حد، ربنا ينصرهم النصر المبين اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يعديهم على خير، وتبقى ايام يعني عايزه اقول ربنا يجعلهم شهداء يا رب العالمين، ويجعلها في ميزان حسناتهم. مش عايزه حد يزعل انه انا مثلا تجاهلت الاحزان وابتديت في شغل رمضان، لكن عايزه اقول ان في ناس كتير بتستنى مشروع، بتستنى لقمة عيش تشتغل فيها. سعيدين ان رمضان اقترب، والله والله سعيدين، لا للاحتفال ولا للاكل ولا للطعام ولا للشرب، الا للدعاء لاهل غزة، الا للدعاء لاهل غزة واهل السودان واهل سوريا واهل اليمن. يا رب وحد الشعوب، يا رب وحد القلوب، يا رب انصر الجميع اللهم امين يا رب العالمين. اعذروني وبعتذر جدا جدا، واتمنى اننا نحاول نعيش، لان الناس بتحارب عشان تعيش، وناس دلوقتي بتموت في الحروب وبتموت في الاحتلال وبتموت في كمان كل يوم من الاسعار ومن الغلا ومن العيشه. بشكركم جدا جدا، وبترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.